أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وردتنا أسئلة كثيرة نعرض عليكم ما تيسر منها. يقول السائل: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المأمون فقال: كافر بالله العظيم؟ ما صح هذا عن الإمام أحمد، ولا كفر المأمون، لكنه خاف عليه، خاف على المأمون، وقال: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. أما أنه كفر فلا أعرف أنه كفر المأمون، ولا أمر بالخروج عليه مع أنه يضربه ويؤذيه ويسجنه، صبر عليه والتزم السمع والطاعة، ولا خرج عليه ولا حث الناس على الخروج، بل لما جاءوه يطلبون الخروج أنكر عليهم، أنكر عليهم، لأن الخروج والعياذ بالله يلزم منه شرور: سفك للدماء، وضياع للكلمة، تفريق للمسلمين. هذا من فقهه رحمه الله، وزارة علمه، وورعه، وتقواه، ونصحه للأمة. ولا له من هالناس اللي ينتصرون لأنفسهم، قال: عندكم إياه، هذا خبيث، هذا كافر، اطلعوا عليه. لكن الرجل فقيه وإمام جليل، صبر وتحمل، ولا فتح على الناس باب شر وخروج على ولي الأمر. نعم.